زي ما اتكلمنا عن الكلي ميسر يونت واتكلمنا عن السمنت ميسر يونت، الوضع شبيه برضو بالساند لايم ميسر يونت. انت بيبقى عندك خلطة من الساند مع اللايم مع الووتر. الساند اللي هو الرملة، اللايم اللي هو الجير والمية. طبعا العنصر اللي بيشتغل هنا بيعمل البوندنج، البايندنج ايجنت هو الجير. وطبعا في حاله زي دي محتاج يعمل بريشر كبير جدا، بيكبسه في مكبس قوي وبينشف وبيحطه في حاجه اسمها الاوتوكلاف. وبعد كده غالبا بيطلع شكل الطوبه لونها فاتح بسبب الجير، بسبب ان هي ما فيهاش اسمنت، فهي بتبقى كويسه في حته الشكل، تبقى ظريفه وبرده بتعمل انسوليشن كويس سواء حراري او كاكوستيك للساوند، وفي نفس الوقت الفاير ريزيستنس بتاعها بيبقى كويس. لكن برضو يعني مقاومه الضغط بتاعتها تعتبر كويسه في حالة الطوب الرملي المصمت، الطوب الرملي الجيري المصمت. وبرضو الطوب الرملي الجيري المثقب هو درجات، في درجة ألف وفي درجة ب، بيبقى فيه متفاوت في مقاومة الضغط بتاعته. بس برضو هي تستطيع ان هي توصل لدرجات أعلى من الطوب الطفلي والطوب الطين، الطوب الاحمر يعني، هي تقدر تبقى اقوى منه. بس طبعا بتبقى بطبيعه الحال غالبا بتبقى اغلى شويه. اوكي؟ في معظم الاحيان. برضو في عندنا بقى ستون ميسونري يونتس. ستون ميسونري يونتس دي ما بتبقاش يعني، ده في فرق بين الطوب الرملي وبين الحجر الرملي. هنا ده احنا هنا بنتكلم عن حجر رملي او حجر جيري. يعني حضرتك هنا انت كان عندك حجر وجد في الطبيعة كحجر، انت قصيت منه ميسون يونتس، حجر قصيت منه بلوكات، غير ان انت بتعمل طوبة. لا، بتعمل طوبة دي حاجة تانية. انت الطوبة بتعملها يعني بتعمل طوبة من الرمل، طوبة رملية او طوبة جيرية، ان انت بتقوم حاطط الخلطة بتاعتك وبتكبسها. لا، هنا ده مش كده، ده انت اوريدي عندك حجر قصيت منه احجار. فطبعا في نقطه مهمه جدا لازم نكون فاهمينها، ان دي حاجه موجوده في الطبيعه، ان هي حاجه موجوده في الطبيعه، ففي تفاوت اصلا في البروبرتيز بتاعتها، في تفاوت في قوتها. فلازم على هذا الاساس احنا الكود حدد لنا حدود دنيا لهذا الامر، وبرضو حدد درجات ليها. يعني مثلا لما نبص على الحجر الجيري قال لك في حددوا، قال لك صنفوا لثلاث تصنيفات: منخفض الكثافه، متوسط الكثافه، وعالي الكثافه. طبعا كل ما الكثافه عليت كل ما انت تتوقع برضو زي ما قلنا قبل كده مقاومه الضغط هتعلى. وحجر الجيري ده ممكن يصل مقاومه الضغط بتاعته يبقى اقوى من الخرسانه كمان. بس ده برضو تاني، حجر الجيري ده كحاجه لما تروح لو دخلته المعمل ممكن يتفاوت في مصدره. يعني الحجر الجيري اللي طالع جاي من محجر في الصحراء الغربية غير اللي جاي من محجر في الصحراء الشرقية، غير اللي جاي من محجر في سيناء، غير يعني 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 ممكن يتفاوت بشكل قوي جدا، غير اللي جاي محجر في أسوان مثلا. فالحجر الجيري نفسه هو البروبرتيز بتاعته تختلف، انما هو هنا بيحدد لك الحدود الدنيا اللي هو بيتعامل معاها في كل فئة من الحاجات دي. ونفس القصة بالنسبة للساند ستون. تعالوا بقى نتكلم عن نقطة تانية وهي المورتر أو المونة. الفانكشن أساسي المورتر، أنا بعمل مورتر ليه؟ الفكرة في إن هو بيعمل يونيفورم بيرنج سيرفيس للميسر يونتس علشان كونستراكشن توليرنس، وفي نفس الوقت هو بيعمل بوند. أهم حاجة هي البوند. أهم حاجة هي البوند. البوند ده مهمته كذا، ثلاث حاجات. أول حاجة إن أنت تقفل البورز، انت بتقفل الـ اي فجوات. تاني حاجه ان انت بتساهم في السترينث، بتساهم في قوه الحيطه بتاعتي دي.
تالت حاجة الووتر تايتنس، ما مش معقولة يعني هنسيبها فاضية، سيب الفراغات ما بين الطوب والمية تعدي، ما ينفعش. فالووتر تايتنس هنا بتبقى مهمة جدا، وبالذات طبعا في الحوائط الخارجية. يعني انت لما بتبني حيطة خارجية ما الدنيا هتمطر مية تخش على الناس، ما ينفعش. وهنا مهم جدا، هنا بقى له شغلانه ثالثه في حاله وجود رينفورسمنت، في حاله لو كانت الحيطه دي مسلحه. لو الحيطه دي مسلحه هو هيعمل بوند ما بين الرينفورسمنت واليونتس، هو ده احد مهامه. يعني الكومبوننتس تحت المورتر ده ايه؟ المونه دي عباره عن ايه؟ زي اي مونه، عندي اسمنت بورتلاندي، عندي رمله، عندي ميه عشان تعمل هايدريشن مع الاسمنت، وعندي في اوبشنال يوز ليه ان احنا نستخدم الهايدريتد لايم اللي هو الجير المطفي. في فرق بين الجير المطفي والجير الحي. الجير الحي ده يعمل حراره ويعمل كارثه، لكن الهايدريتد لايم ده الجير المطفي علشان نزود الموركابيلتي وبنقلل الكراكنج بنسبه ما، بنسبه ما، بنسب معينه. لازم نكون فاهمين الجزئيه دي، ما ينفعش نزودها قوي. وفي نسب استرشاديه الكود اداها لنا للمون الاسمنتيه الجيريه، بيحط لي نسبه معينه للجير المطفي ونسبه معينه للرمل ونسبه معينه للاسمنت، وبيديني المتوسط المقاومه عنده عمر 28 يوم كنيوتن بير مليمتر سكوير او ميجا باسكال. زي ما حضراتكم شايفين عندي هنا 15 و10 و5 و2، ارقام كلها في معظمها هي ارقام اقل من الطوب. يعني هتلاحظ دايما ان المورتر بيبقى اضعف من الطوبه نفسها، المونه اضعف من الطوبه نفسها او اضعف من البلوكه نفسها كسترينث، وده شيء طبيعي. وهنتكلم بقى في تاثير ده بعدين على قوه الحيطه ككل، هنتكلم في المساله دي. وعشان نتعامل مع قوه الحيطه ككل دي تتقاس ازاي؟ بتقاس بحاجه اسمها الميسنري بريزم. يعني ايه؟ يعني هما بيروحوا بيجيبوا خمس طوبات زي ما حضراتكم شايفين في الصوره الجميله اللي قدامنا دي. انا عندي هنا ده على فكره دي صوره من تجربه حقيقيه انا كنت عاملها. دي خمس طوبات محطوطين فوق بعض، مبنيين فوق بعض، ما بينهم مونه، وبيتحطوا بيروحوا المعمل وبيتعامل عليهم تيست كومبريشن في المعمل كما هو. وبيتقاس الكومبرسيف سترينث، الكاركترستيك ميسري كومبرسيف سترينث الاف داش ام. وانا عايزكم تفتكروا الرقم ده كويس قوي، عشان ده الرقم ده هنتعامل بيه قدام في حاجات كتير قوي. ده اللي هو الالتيميت لود على الايفكتيف اريا. بمنتهى البساطه زي اي كومبرسيف سترينث تيست بتعمله. بعد كده ده بقى بيتاثر بايه؟ ده انفلوينس بالسترينث بتاع الديفرنت كومبوننتس. يعني ايه؟ يعني حضرتك كل ما السترينث بتاع المونه هيعلى كل ما ده هيعلى. كل ما السترينث بتاع البلوكات نفسها او اليونتس نفسها عليت ده برضه هيعلى. كل ما يقل هيقل. وF داش ام ده طبقا للكود المصري لازم تكون عندي على الاقل، يا اما تكون انت رحت عملت تيست بتاعك على خمس، عملت خمسه بريزم، رحت انت بنيت خمسه بريزم فعلا وكسرتهم وجبت السترينث بتاعهم وتاخد الافريج، يا اما بتستخدم القيم الاسترشاديه اللي موجوده في الجدول 2 12 في الكود. بس قبل ما نروح للجدول 2 12 ده لازم نكون فاهمين نقطه اساسيه جدا، ان كده كده انت عارف ان ميسر يونت دي قويه بس المورتر اضعف منها. وطبعا الجراوت لو عندي جراوت برضو اضعف من الميسر يونت بس اقوى من المورتر. بس لما نفهم النقطه دي نفهم نقطه اساسيه جدا، انا عندي اقوى حاجه، اقوى سترينث هو سترينث الطوبه، الطوبه نفسها قويه والمورتر ضعيف. فبالتالي لما نيجي نحسب الافريج بتاعهم متوقع ان يبقى رقم في النص. والافريج بتاعهم هو مش افريج بالظبط، هو رقم ما في النص اللي هو الاسامبلي نفسه. البريزم سترينث دايما هيبقى رقم كسترينث، رقم هو ما بين كبريشر كستريس كماكسيمم ستريس يقدر يشيله كسترينث، هيبقى دايما رقم ما بين السترينث بتاع الطوبه نفسها والسترينث بتاع المورتر. ولا هو هيبقى اعلى من الطوبه ولا هو هيبقى اقل من المورتر، استحاله منطقيا استحاله. اوكي، هو رقم ما بين الرقمين دول. دي هي القيم الاسترشاديه في الجدول 2 12، وده هنلاقي منه ثلاث جداول. واحد
للمباني الوحدات البناء التفضيليه والطينيه، واحد لوحدات البناء الاسمنتيه اللي ارتفاعها يزيد عن 10 سم، واحد لوحدات البناء الاسمنتيه اللي ارتفاعها يقل عن 10 سم. وغالبا اللي هتزيد عن 10 سم دي هتكون بلوكات يعني. اوكي، زي ما الجدول ده دايما بيدينا، لو جيت اتفرجت مثلا على حاجه هتلاقي قال لك ايه مقاومه الضغط لوحدات البناء الاساسيه. لو بصينا على جدول 2 12 الف، لو بصينا مثلا على حيطه، على الحيطه اللي هيكون المونه بتاعتها رقم 1 2، وعندي مقاومه الضغط بتاعت المباني نفسها 8 ميجا باسكال، يبقى هيطلع ايه عندي؟ هيطلع عندي 3.4، هيطلع عندي 3.4. دي هي عباره عن ايه؟ دي هي مقاومه البريزم سترينث نفسها. انما للمونه اللي اقل منه، مونه رقم 3، هيبقى لا 3.2. اوكي، هيقول لك طب مونه رقم 4، لا مونه رقم 4 اصلا ممنوع لو انا عندي حيطه حامله، ما ينفعش استخدم رقم 4، الكواليتي بتاعتها تبقى مش قليله، تبقى قليله، لكن لو عندي حيطه غير حامله ممكن استخدم مونه رقم 4. تمام، زي ما قلنا المونه بتبقى درجات زيها زي الخرسانه بالظبط. تعال بقى نقارن بين ده وبين الوحدات الاسمنتيه. لما تبص على الوحدات الاسمنتيه وتقارن هتلاقي ان غالبا السترينث، البريزم سترينث في الوحدات الاسمنتيه الرينج بتاعي اكبر من الوحدات، من الوحدات الطفليه او الطينيه. ليه؟ السترينث، السترينث بتاع الطوبه نفسها هيكون اعلى. واخر شيء هنتكلم عنه هو مودلس اوف الاستيستي، مودلس اوف الاستيستي ومودلس اوف ريجيديتي. انا عندي هنا حاجتين، اللي هو مودلس اوف الاستيستي اللي هو الاي او اليونجز مودلس، مودلس اوف ريجيديتي اللي هو الشير مودلس اللي هو الجي. وده طبيعي ان مودلس اوف ريجيديتي دايما زي اي ماده في الدنيا هو اقل من مودلس اوف الاستيستي، هو هنا 40% من مودلس اوف الاستيستي. طب مودلس اوف الاستيستي هو قد ايه؟ في حاله لو الوحدات وحدات طمييه بيبقى 700 في اف داش ام، لو وحدات خرسانيه بيبقى 900 في اف داش ام، لو هو حقين جراوت يعني يبقى 500 في اف داش جي اللي هي بتاعت الجراوت، مقاومه الجراوت نفسه. وشكرا.